بعد 4 أشهر من التوقف يحصل جزء من موظفي الدولة على رواتبهم لشهر واحد. المرتبات التي انتظروها طويلاً أخيراً باتت في متناول أيديهم. مرت المهمة بعدة مراحل، كانت أبرزها محاولة الجماعة الإنقلابية عرقلة العملية ورفض تسليم كشوفات أسماء المقيدين الفعليين من شاغلي هذه الوظائف في القطاع التربوي. لكنها قبل ذلك أيضا طالبت أن يكون تسليم المرتبات عبرها، وهو ما لم توافق عليه الحكومة الشرعية بعد أن وقعت اتفاقا مع مصرف الكوريمي. ما يزيد عن 1 مليار ريال هي الدفعة الأولى لموظفي القطاع التربوي في صنعاء، وقالت الحكومة الشرعية إنها تنتظر ما تبقى من المحافظات أن تسلم قوائم موظفيها الفعليين لتسليم رواتبهم لتعود الحياة قليلا إلى وضعها الطبيعي. 4 أشهر بلا مرتبات وحالة إفلاس وانعدام سيولة مرت معها مئات الآلاف من الأسر بحالة مزرية. ما يزال يتهددها الكثير من المشاكل كالأمراض وانقطاع الخدمات الصحية وانعدام الوقود، فيما ارتفعت أسعار المواد الضرورية بشكل مهول. كل ذلك انسحب على الحياة بشكل سلبي جراء الوضع المتردي الذي فرضته الجماعة الإنقلابية، ليس فقط من التسبب بفرض الحصار، وإنما بقطع الرواتب أيضا وتسخيرها كمجهود حربي لمعاركها. 4 مليارات نهبها الحوثيون وصالح من البنك المركزي في صنعاء قبل أن يجري نقله إلى عدن، وهو ما تسبب أيضا بالتدهور على مختلف المستويات. مع تسلم الموظفين مرتباتهم، يرى كثيرون أنها خطوة تسمح بسحب جزء من موقف الشارع ممن يتماهى مع موقف الجماعة الإنقلابية، في الوقت الذي لم تعد لديها ما تقدم للناس أكثر من الزج بهم في أتون الاقتتال. وبالتزامن مع هذه العملية أيضاً بدأت الحكومة بإرسال مستحقات الطلاب الدارسين خارج البلاد، مؤكدة أنها سلمت ما يزيد عن 3 ملايين دولار للملتحقين بالعملية التعليمية في عدد من الدول كالهند والسودان والمغرب وتركيا وغيرها من البلدان.